طبعاً هذا المهرجان نقول إنه يقام كل عامين في دولة خليجية تستضيفها دول الخليجية. السنة خلينا نقول شفنا مثل ما نشوف إنه إقبال كبير من الدول الخليجية على المشاركة بالوفود المشاركة بالفرق المشاركة خلينا نقول الأشخاص المسؤولين في الدول الخليجية عن الأشخاص ذوي الإعاقة كلهم في محله، فبالتالي حضور جماهيري مميز أكيد. وأكيد دولة قطر دائما في حراك سياحي ثقافي من خلال هذه الفعاليات الثقافية التي تحتضنها دولة قطر وتحديدا كتارة. واليوم فرحان فيكم ومعاكم، واحنا نشارككم ابداعاتكم. ترى انا اللي اقنعته هيجي ونشوف اخواننا بالامارات وابداعهم اللي ما لها حدود. من 2008 لين 2024 نسخه سابعه اكيد راح تشهد الكثير من الامور المميزه التي تميز هذا المهرجان والتي تظهر قدرات الاشخاص ذوي الاعاقه وكيفيه تنميه مواهبهم وقدراتهم على ابو الفنون في المسرح، اكيد على خشبه المسرح، وكيف سيتمكنون هؤلاء الاشخاص من ايصال رساله ما من انهم قادرين متمكنين لديهم مواهب ولديهم قدرات كامنة يطلقون العنان لمواهبهم الفنية من خلال العروض المسرحية التي سيشهدها مسرح الدراما في كتارة. الخبر مثل هاي أخاف يحزنها أكثر، وأنا الصراحة يا بالبداية هاي مشاركتي الأولى في المسرح الخليجي للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا كل شكر لدولة قطر اللي استضافت هذا المهرجان. هاي فرصة كتير كبيرة للضوء على إنجازات الأشخاص من ذوي الإعاقة، فرصة حلوة إنه الكل يجي يشوف هذا الإبداع لذوي الإعاقة. هذا المهرجان بيصير للمرة الثانية، طبعا في اهتمام كبير من الدولة، كان على أعلى المستويات بتمثيل من سعادة الوزيرة بثينة وزيرة التنمية الاجتماعية، في حضور كتير كبير، فبصراحة كتير سعيدين بوجودنا هون. دوري أنا طبعا كان كمترجم لغة إشارة وكمعلق وصفي سمعي. إدماج ذوي الإعاقة في كل مكان هو واجب على كل دولة، وطبعا دولة قطر دائما بتتصدر هذا المجال. يعني هاي فرصة للإضاءة على إنجازات الدولة أو ثقافة الدولة هاي عن طريق الأشخاص ذوي الإعاقة، بيعكسوا مدى التقدم وتطور في مجال ذوي الإعاقة في المسرح، فهاي فرصة كبيرة، التمثيل على أعلى مستوى موجود. بحب أحكي للجميع، الأشخاص الصم أول شيء وذوي الإعاقة في قطر، أهلا وسهلا فيكم في المسرح الخليجي السادس للأشخاص الصم وأيضا ذوي الإعاقة، جميعا أهلا وسهلا، نسعد بشوفتكم.